السلام عليكم. كمتتبع للشأن المحلي في مدينة نيدا، كنتأسف على الحالة اللي وصلت إلى المدينة، خصوصا بالنسبة للشباب ديالنا كيموتوا في البحار. كنتمنى أن السلطات المحلية والإقليمية أنهم يبادروا بخلق وسائل العمل في مدينة جنيدة وفي أقرب وقت، لأن الشهادة لا يبشر بالخير. ونتمنى صادقين أن السلطات المركزية تلتقط هذه المسائل هذه وتشوف الحالة ديال الشباب والشابات اللي وصلت إلى المدينة. وشكرا للحياة اليومية اللي استمتعت بي، وأنا كمتتبع لشأن المحلي في مدينة جنيدة أعبر عن أسفي وابتعادي عما يقع في مدينة جنيدة. وأتمنى المسؤولين وصناع القرار أنهم يثبتوا التفاتة كبيرة لهذه المنطقة، لأن هذه المدينة هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. وشكرا لكم.